يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يتنازل لأحد من جماعة المسجد لهذه الإمامة بدون علم الأوقاف؟ لا ما يجوز هذا، يرجع فيه إلى الأوقاف. إذا أراد يتنازل يروح للأوقاف ويبلغهم عن تنازله وأن فلان يصلح أن يكون إماما في المسجد، والأوقاف هي اللي تولى تنصيب، تتولى طي قيده وتنصيب الآخر لشؤون الأوقاف. ما هو بالمسجد ملك له واللي يتصرف فيه، المسجد له جهة مختصة تشرف عليه